يعطيكم العافية. كنا وصلنا عمليا، حكينا عنه على السريع لهول، بس عن هيك كنا عن كاركترستيك درست في ديمونتير. الأول شيء سيرتيفيكاسيون إلي تاج، حكينا قبل كمان بالزمان عن سوبربوزيسيون دي كوش، اللي هي إنه الرش في ديمونتير بيجوا بتفورم دي كوش سوبربوزي أوريزونتو. هلا إجمالا هون عم نحكي بشكل خاص، مش عن سوبربوزيسيون بشكل كبير، إنما عم نحكي هون عن حالات خاصة بقلب الكوش سوبربوزي. مرات بكون في عندي مثل حالة الألتيرنانس، ألتيرنانس دي كوش من انواع مختلفه، مثل هون بهالحاله الفارف مثلا، اللي هن سيديمون واحد منهم بالشتوي وواحد منهم بالصيفيه، مثلا هاي الفاين سيديمنت بالوينتر او سيديمون فاين بالشتي، كورس سيديمنت بالسمر. فهيدا بيكون الالم هون مشان الريفرنس، بس هذا يتقلني مشان الريفرنس عشان تطلع تاخذ فكره عن الحجم يعني. اوكي سوبر بوزيسيون ريتميك لكن الترنانس دو كوش باراليل ايون دي بروبريتي ديفيرون بارفوا كوزي بار دي شانجمون سيدوني دي ديبو. هاي الفارف حكينا عنها هي ذاتها بالفصل الماضي، c'est-à-dire des dépôts acutes dans lesquels les sédiments se déposent pendant les mois d'été et les sédiments fins se déposent en hiver jusqu'à la surface du lac et gelé. Ok, عمليا لكن هيدي مثلا بحالة عندي alternance de couches saisonnières بين صيف وشتاء، هلا مثل الحال هيدا كله ما هيدا كله بقلب الكوش يعني، وبالتالي ما بيلغي السوبربوزيسيون دي كوش الأساسية اللي هي إنه الرش ريموتير بيكونوا موجودين في فورم دي كوش أوريزونتال كبار على مستوى امتداد جغرافي واسع وكوش ورا التاني بتشكل يعني، كل كوش بدها حقبة زمنية طويلة لحد تشكل طريقة الحال. طبعا عليك هون بقلب كوش معينة ممكن يكون في عندي كمان في بروبوزيسيون اللي هي في فورم دو فارف، هون نجمع الانترنانس دونير شتوية صيفية. كمان اللي تاج كروازي او اندر كروازي اللي هو اللي من ورا عمليا حركة حركة كورون يا دو يا هوا، كورون دو او هوا، بصير في عندي تشكل بطريقة هذه تاج بطريقة ميلة عمليا. ensemble de les inclinés les uns par rapport aux autres, les lits sont inclinés dans l'action où le vent ou l'eau se déplace au monde de bonne humeur. Bien, le hawa ou le magasin de carreaux des dunes de sable, c'est une dune de sable. Le ramel fiha bitra kam hek. Hey, des fois, tenez, fois, tenez. Bien, c'est fait. J'ai des couches inclinées, bien, bitra kam hek, bas dans le bas. إذا صابوا إذا بقوا انحبسوا يعني حبسوا بظروف معينة وصاروا في رشة دمارتير هيطلعوا طبعا الحد في فورم دي تاج انكليني. Limite entre les transversaux représente généralement une interface d'érosion très fréquente dans les dépôts de plage, les dunes de sable et les sédiments déposés par les rivières. Comment je vous dis la tertiaire, on a dit. Les dunes de sable, les anhars. Du coup, il y a un hawa, il y a un milieu dynamique. Il y a un hawa, 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 il y a un للتير الذي أول إتاج جرادوية مش الإتاج اللي أضبط. أوكي الإتاج جرادوية أما دور كل فيتاز دو كوران دي منو لي بارتيكول لي بلو غروس لي بلو غروس لي بلو دانس سون دي سون دابور دي بوزي بوي لي بارتيكول لي بلوتيت أون جو أون إتاج كي بريزونت أون ديمينيكسيون دو لا تاي دي كران دو با دو لي فير لو هود لي. أوكي صافي عندي لكان جريدد بادينغ أو إتاج جرادوية اللي الكبار الكبار من تحت والصغار من فوق. ليش؟ لأنه الكبار بينزلوا أسرع بالذروين يعني، اذا كان عندي بعده في حركه مي وبالتالي اذا كانت الفيتاس بعده في عندي فيتاس للمي الكبار دغري حينزلوا على حتى لو فيتاس عاليه لتهدى الفيتاس ترجع ينزل الاصغر. عمليا بتصير في عندي الكبار عم يتراكموا قبل كل ما ومع الوقت عم يتراكم الاصغر والاصغر والاصغر من تحت لفوق. بتصير في عندي ان غراديون ديكر واسون دو تاي الكبار تحت والصغار فوق. سيديمون نوتريي بالعكس هلا اذا ما كان في عندي ترياج إذا كان les sédiments présentent un mélange de taches de grains résultant de choses telles que les chutes de pierres, des coulées de débris, des coulées de boue et des dépôts dus à la fonte des glaciers. مرات إذا أنا عم بتشكل عندي في عندي محل sédimentation بحيرة مثلا صار في عندي انهيار بالتربة حيصير في عندي خلط ل particules fines و particules non fines مثلا، حيصير في عندي إذا في عندي صار coulées de débris رئيس فيها من مجاميع وحجار وطين واللي بتكون يعني. كمان إذا كان في عندي مثلا جلاس، الجلاس بتحمل مع المورين الجلاسية المحمول بجلاسية إتروميتريك فيها من كل الأحجام. إذا ما في عندي أنا هون وبالتالي لما احتمل ديبوزيسيون هالجلاس والدوب هيصير الدماغ هيطلع عندي ما حيكون ستري ما حيكون جرادوي حيكون عشوائي طبيعة الحال. كاركترستيك دو سيرفاس كمان حكينا عنهم قبل اللي مثل مثلا المارجون ديلاسيون اللي هن ريد على مستوى مثلا إذا عندي البحر بلاج كي البلاج مثلا هذا الريد اللي نجي من موج مثلا حركة الماي مثلا كمان البوفيتور تاعت البول الوحل مثلا الوحل شفاف بصيفي على النشفان بضب في عند فوندو ديفيكاسيون هذه كمان ممكن تنحبس وتصير صخور اذا انطمرت. اوكي بصير عندي صخور شكلها تحديدا هيك بهالطريقه هيدي مارك ايريان اذا صار في عندي
لكن في عندي تجمع عم بتشكل وشتت على الدنيا، وصار في عندي مثلا نقاط شتي مبينه، المارك تبعت النقاط شتي مبينه مثل البساطه اللي صار في عندي كمان على السيدي مون دي مارك اير يعني هاي مارك دون دي لاكيون كاركتر تيك دي فوق انو بو بروفون كوزي بار لي باك ولي فون هذه هي كنا هالموج عم يروح ويجي عم يعطيني مثل ابدا مثل شكل البحر يعني في كثير دبو ريزول دي سيشمون دي سيدي مون يميل اسف فاز لا تير لي في كثير فورم اوريزون دو ريتري دي سيدي مون لورد لوس الشافكه ريتريني عم يعبدوا بعضهم البعض انه عم بيبنوا عم بيجمنوا عم بي هني عم بينشفوا فالشي بيأدي لأنه في عندي فيستور مارك دو كود بلويف فوت أو منسكول كراتير كريي بار لي شوت دو بلويف في البريزونس وداخل غير السيديمون إت إكسبوزي أكيد إذا بدي تشكل بيكون في عندي السيديمون مكشوفة تحت الأرض وشكت عليه الدنيا وعلم عليه هالنقاط الشتي وبعدين تحول لروس سيديمون بقيت محفوظة بقلب هال بقيت هالجود دو بلويف محفوظة بقلبها أو يعني شكل أثر في الجود دو بلويف محفوظ بقلبها فوسيل بقايا الكائنات الحية ريد أورجانيزم أتروبا في أتروبا في فون بروبلم هو إنديكاتور لبيوب إفورتون أفرمون إذا أهم إنديكاتور لأفرمون دول لأنه ليش؟ الكائنات الحية بتغير من فترة للتانية بفعل الإيفوليسيون ديفرنت وكمان ديفرنت لأنه الكائنات الحية بتغير من محل للتاني بفعل كونديسيون جيوغرافيك وكليماتيك وبفعل كمان الإيفوليسيون ديفرنت إسبيس عبيد جينيرال مود ديزاين فيرمون سبيسيفيك باسكو لا في إيفوليو لي فوسيل دون دي زانديس سور لاج راتيتي ديمون لأنه هذا كثير أساسي هون عبيد داتاسيون إذا بدي أعرف قد إيه عمر الصخور الفوسيل اللي يستخدمه لانه في كائنات حيه عاشت بفترات مختلفه عاشت وانقرضت اذا بلاقي صخره فيها الكائن الحي انا بعرف انه عاش من 500 مليون سنه بعرف انه هالصخره هيدي صخره تكونت من 500 مليون سنه في ايجال انديكاتور امبورتون دي كليما باسي كمان الكائنات الحيه هي مؤشر اساسي على المناخات لانه ما كل كائنات حيه فيها تعيش بكل المناخات وبالتالي فيني اعرف من خلال هالكائنات الحيه الموجوده بقلب الصخور شو انواع المناخات الباليوكليمات المناخات القديمه اللي كانت موجوده مثلا بيعرفوا انه مثلا من 30 40 مليون سنه كان في عندي مثلا كان في عندي كليمات كثير مشوي مثلا كان في عندي شانجمون كليماتيك وادى لنشوء كليمات كثير حار فبيعرفوا انه فتره معينه كان في عندي عطور جليديه بنشوف كمان من مثلا وحيلي فلم اشياء ثانيه ومن هيدي كمان الكولور الاوكسيد دو سلفور دو فير اتيك لا ماتير اورجانيك اوف وي دون اوروج كولور صابر عندك عندك بودون انفيرمون ريديكتور ديبو دون انفيرمون دون برودويت دو اوكسيد دو فير دو كولور عمليا لون لوخور هني كمان انديكاتور لون الصخور كمان انديكاتور لنوع المليو اللي صار بقلبه هالتشكل الصخور اوكي اللي صار بقلبه هالتشكل الصخور مثلا المليو صامبر عم بيعني بيدل على انفيرونمون ريدكتور يعني كان محبوس عنه مقطوع عنه الهواء يعني ما في اكسجين عم هالريدكتور يعني اما المليو اللي هو اوكسيدون اللي بيطلع لونه مثل قلب اوكسيد الدفار بالتالي انا كنت بمليو كان في عندي اكسجين كان في عندي اوكسيداسيون اساسا يعني بقى بيعطيني فكرة عن الأفرانمون ديبو كمان اللون هلأ أنواع من الأفرانمون ديبو طبعا الأفرانمون مرة عندي سيديمون دي كونتينون 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 تالي المنطقة اللي عم نتقل فيها حكينا عنها من البحر كونتينون على البحر يعني من ما بعده من 0 ل 200 متر البروفوندور ماكسيموم هاي البتو كونتينون تالي سيديمون استويرة على مصبات الأنهار أنهار صغيرة مثل عنا عنا ها مثلا احنا عنا أنهار صغيرة عندها استويرة مصاب للنهار سيديمون دلتايك على الأنهار الكبيرة تشكل عندي دلتا 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 نهر النيل هون السديمون بيكون عم بيغذي البحر عم بيتجمع عندي بقلب البحر سديمون بكميات كبيره يصير النهر عم بيجيب سديمون بكميات تسكر البحر تردمه ويتراكم عندي دلتا سديمون دي بلاج الشواطئ طبيعه الحال سديمون دي بلاتو كربوناتي عندي بقلب هنا نحكي قبل بشوي اللي كنا ذكرين على الشابتر اللي قبله عن البيوجينيك اوز عن الكربونات اللي بتشكل عندي سيديمون ديفابوريت مارين بقلب البحر خاصة البحار المغلقة بعد المتوسط بصير في عندي تشكل لصخور ايفابوريت نشبع عن التبخر العالي من التبخر العالي هذه الايفابوريت مارين بونت كونتيننتال ايموتريت البونت كونتيننتال عمليا التليد كونتيننتال يعني العطش بين الكونتينون وبين البسان اوسيانيك توربيديت دو جراند فون كلوريدو سيديمون هذه بينجو عن كورونت توربيديتي كورونت توربيديتي بين البلاتو على مستوى البونت كونتيننتال بين البلاتو وبين الفون اوسيانيك سيديمون دي جراند فون اللي حكينا عنه بالشابتر الماضي ذات مفروض لما سيديمون دوريشن تيرستر اللي هن حكينا عنه بالتفصيل بالشابتر اللي مري اوفر مونت تيرستر سيديمون دي روسو اوكي على بعض الانهار على مستوى البحارات لاكيوس على مستوى الجلاسيه دي بوبر لاكلاس يعني سيديمون ايوليا على مستوى الصحاري بالهواء يعني وكمان مش بس الصحاري الاماكن البعيده باللوس ال او او اس اس لاتاسيون دي روش سيديمون كيف بعرف اعمار الصخور الترسبية والصخور الترسبية لأنها هي سجل تاريخي لكوكب الأرض سجل تاريخي لأنه هي من خلال فيني أنا أعرف عمليا كيف كانت المناخات القديمة كيف كانت الحياة القديمة كيف كانت كائنات الحي القديم هي عمليا سجل تاريخي يعني لا جراتيف دروس ديترمين لاج دي كوش روشوت
كوم بلو جون وبلو دهجي منو دون باجاج اكثر طبيعه الحال. هذا ما بيعطيني عمر محدد من 100 مليون سنه 200 مليون، بيعطيني عمر هذا الاج ريلاتيف عم نحكي، بيعطيني عمر بالنسبي يعني هذه السكور اكبر من هي السكور، هي السكور من هال من هالاج جيولوجيك اكبر من هي السكور من هالاج جيولوجيك، هذا داتاسيون ريلاتيف. هذا بنجي من كذا برينسيب نتعرف عليه. اول برينسيب هو البرينسيب دونيفورميتاريز، برينسيب دونيفورميتاريز بيقول يعني انه نفس العوامل الطبيعيه اللي عم تحكم نشوء الصخور حاليا هي نفس العوامل اللي حكمت نشوء الصخور على مدى السنوات على مدى كل عمر الكره الارضيه. ما في شيء مميز يعني، ما صار شيء عندي حوادث كارثيه، كان في عندي عمليه تاني كاتاستروفيك يعني انه طبعا عندي حوادث معينه كارثيه بلحظه معينه هي اللي ادت تشكل اشكال معينه في الكره الارضيه، لكن هذا لا. النظريه الشيء او المبدا الراسخ خلق بالجيولوجيا هو البرنسيب دونيفورميتاري، نفس العوامل اللي عم تحكم تشكل الصخور حاليا على كوكب الارض هي العوامل اللي حكمت تشكل الصخور امبارح ومن 100 سنه ومن 100 الف سنه ومن 100 مليون سنه ومن 200 مليون سنه ومن مليار سنه، ما في شيء مختلف. اوكي، يبقى كان سيبل كو لي فورس كي اون فاسوني لا تير دون لو باس لي كونتينيو دو فاسوني لا تير اجوردي فولكان اي انت بري ايروزيون بار لو فون الو. ليش هالشيء مهم؟ لانه اذا انا من خلال الاوبسرفاسيون اللي عم بعملها حاليا